مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شهدت المناطق الداخلية خلال ظهيرة اليوم نشاط خلايا رعدية، حيث كانت أكثر نشاط بالنسبة لمنطقة الأوراس. أمطار رعدية ميزت كل هذه المناطق. بالنسبة ليوم الغد بحول الله ستتحسن السماء، هذا على كل السواحل، تصبح مشمسة تماما، لكن دائما بعد انقشاع الضباب خلال الصباح الباكر على السواحل الغربية. كلما اتجهنا نحو المناطق الداخلية خاصة بالنسبة للظهيرة تتشكل سحب رعدية من جديد على كل المرتفعات الداخلية. الخلايا الرعدية ستكون أكثر نشاط على المناطق الداخلية الوسطى وكذلك الغربية. احتمال لأمطار رعدية محلية قد تنتقل ليلا نحو السواحل الغربية. طبعا بالنسبة لشمال الصحراء الصوراء والواحات ستتشكل بها سحب رعدية خلال الظهيرة، لكن تبقى منعزلة وصفة تام على باقي المناطق الجنوبية، مع تطاير للرمال محليا بوسط الصحراء بالجنوب الشرقي إلى غاية أقصى الجنوب. الحرارة خلال ليلة اليوم حتى فجر يوم الغد تتراوح ما بين 17 إلى 22 درجة، هذا على المناطق الداخلية. تصل غاية 19 درجة بالنسبة للسواحل، في حدود 28 درجة بشمال الصحراء، نفس المقياس بإنام الناس وإليزي، 25 درجة بثمن راس وجانات، وترتفع إلى غاية 33 درجة بوسط الصحراء. الحرارة القصوى خلال ظهيرة الغد تبقى مرتفعة دائما نحو المناطق الداخلية، سنسجل 39 درجة على تيزي وزول بويرة حتى بمدينة المدية، 38 درجة بغليزان، ما بين 29 درجة بعنبة إلى 30 درجة بوهران، 33 درجة ستسجل بمدينة العاصمة. جنوبا تبقى درجة الحرارة مرتفعة، أجواء حارة خاصة من وسط الصحراء نحو أقصى الجنوب، تصل لغاية 47 درجة تحت الظل و36 درجة بثمن راس وجانات. فيما يخص البحر سيبقى جميل على السواحل الشرقية، قليل الاضطراب على السواحل الغربية ومضطرب بالنسبة للسواحل الوسطى. الرياح تبقى من ضعيفة إلى معتدلة نحو السواحل الوسطى، متغيرة الاتجاهات بسواحل الشرقية ومن شرقية إلى شمالية شرقية على السواحل الوسطى والغربية. بالنسبة للأيام القليلة المقبلة بحول الله، ما سيميز حالة الطقس هو الأجواء الحارة، ارتفاع لدرجات الحرارة على كافة ربوع الوطن. الأجواء تبقى مشمسة على العموم بالمناطق الوسطى والشرقية بعد الضباب الذي سيميز السواحل الغربية خلال الصباح الباكر. أجواء مغشاة، طقس ثقيل يميز الجنوب الغربي شمال الصحراء إلى غاية أقصى الجنوب، بينما ستتشكل خلايا رعدية طيلة هذه الفترة على كافة المناطق الداخلية. لما نقول رعود، احتمال أمطار رعدية محلية. فيما يخص الحرارة القصوى هي التي ستبقى أهم عنصر يميز حالة الطقس، ستصل محليا إلى 40 درجة بسواحل، قد تصل إلى 46 درجة بالنسبة لبعض المناطق الداخلية بالخصوص الغربية، 40 درجة على منطقتي الهوغار وتاسيلي. ودائما تبقى أجواء حارة تميز وسط الصحراء لغاية أقصى الجنوب، لتصل لغاية 48 درجة محليا. فيما يخص وقت شروق الشمس صبيحة الغد على مستوى العاصمة وضواحيها، سيكون في حدود الساعة 5 صباحا و 32 دقيقة. أشكركم على حسن المتابعة وفي أمان الله.